الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بسورة الفاتحة فقال في مطلعها: الحمد لله رب العالمين. وهذه الكلمة وهي الحمد لله رب العالمين تكررت في القرآن الكريم في 4 مواضع، في سورة الفاتحة وفي سورة يونس في قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، في سورة الزمر في قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وفي سورة غافر في قوله تعالى: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أما لفظ الحمد لله فقد تكرر ذكره في القرآن كثيرا في أكثر من 20 موضعا، وذلك لأن الحمد موجود في الكون وهو أمر فطري، لأن الإنسان يحمد من يحسن إليه وينعم عليه، بل الحيوان البهيم إذا أحسنت إليه فسيطيعك وسيمتثل لتوجيهاتك، ولنعتبر في ذلك بالغنم والبقر حتى بما في ذلك القطط والكلاب، فإذا أحسنت إليها وأطعمتها وآويتها فإنها لن تتمرد عليك، ستطيعك وستمتثل لأوامرك، فمن باب أولى الإنسان العاقل. فالحمد موجود في الكون وموجود في الفطر، ولا خلاف في ذلك بين العقلاء، وإنما الخلاف في توجيه الحمد، ليس في الحمد ذاته وفي وجوده، وإنما في توجيه الحمد. فأكثر الناس يوجهون الحمد لغير المنعم، فيحمدون معبوداتهم من دون الله، ولذلك جاءت الرسل لبيان توجيه الحمد، وأن الحمد الكامل لا يستحقه إلا الله سبحانه. وكلمة الحمد معناها انفعال يظهر به الإنسان إعجابه بالنعم واعترافه بالعجز عن شكر المنعم، ثم يستقر هذا الانفعال في القلب، ثم يفيض على الجوارح فينطلق اللسان بالثناء الجميل محبة وتعظيما للمنعم، وتنطلق الجوارح أيضا بالعمل. وقد شرح الله لنا هذه الحركة، هذا الانفعال كيف ينتقل في الجسد حتى يخرج إلى الكون، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. فالإنسان في أول الأمر يدرك، يسمع أو يقرأ ما ينزل من القرآن الكريم، ثم يجد في نفسه، وهذا هو الوجدان، ثم بعد ذلك يفعل، وهذا ما يعبر عنه في علم النفس بمظاهر الشعور، وهي إدراك فوجدان فنزوع، يعني نزوع إلى العمل. فالحمد، الإنسان يبدأ الحمد أولا فيدرك النعمة، ثم تستقر في قلبه فيعظم المنعم، ثم تفيض على جوارحه فيثني عليه بلسانه ويمتثل له بجوارحه، لأن الذي يشكر هو المنتفع بالنعمة، والجسد كله ينتفع بالنعم، فليس اللسان فقط هو الذي ينتفع بالنعمة، وليس القلب فقط هو الذي ينتفع بها، وليس العقل وحده، وليس السمع أو البصر أو غيرها من الجوارح، فالجسد كله، الجوارح كلها تنتفع بهذه النعمة، وحينئذ لابد أن ينفعل الجسد كله مع النعم، لأنه هو المنتفع بها. ولهذا كان الحمد على 3 منازل: حمد بالقلب، وحمد باللسان، وحمد بالجوارح. أما حمد القلب فهو الاعتقاد بأن الله تعالى هو ولي النعم، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وحمد اللسان هو إظهار النعمة بالذكر لها والثناء على من أسداها، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي لا تكتم النعمة، بل حدث بنعمة الله عليك. ويكون الحمد أيضا، هذه المنزلة الثالثة، الحمد بالعمل، ويكون بإدآب النفس بالطاعة، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أفلا أكون عبدا شكورا.
لأنه بين الحمد وبين الشكر عموم وخصوص من وجه، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، كما جاء ذلك في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه الآية أو صدر هذه الآية ورد في موضعين من القرآن الكريم، لكن عجزها يختلف. في الآية الأولى قال في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فاختلف عجز الآية حسب السياق، لأن في سياق الآية الأولى جاءت في بيان جبروت العاصي، ولهذا بدأها بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، إلى أن يعني يذكر صفات هذا العاصي المتمرد، ثم بعد ذلك يذكر النعم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى أن يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا كان السياق يناسب أن يقول إن الإنسان لظلوم كفار. في الآية الأخرى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا جاء بعد ذكره سبحانه وتعالى لنعمه من أول السورة، من أول سورة النحل، وهو يعدد النعم نعمة تلو نعمة، إلى أن يقول في آخر الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وذلك لأن النعمة تقتضي أن يكون هناك منعم وهناك منعم عليه ونعمة. فمن حيث النعمة هي كثيرة جدا، من حيث النعمة كثيرة، ولهذا قال تعالى: وإن تعدوا. ومعلوم في عند علماء النحو أن إن حرف شرط، وهذا الحرف يستعمل للمشكوك فيه، بخلاف إذا، إذا تستعمل في المحقق. فقوله تعالى إن تعد، هذا فيه شك، فيه شك في أن يقبل أحد على عد نعم الله، وذلك لكثرتها. فلا تجد إنسانا يأخذ كتابا أو كراسا يعدد فيه ويحسب فيه نعم الله، فهذا محال لكثرتها وتعددها وتنوعها. فمن حيث النعمة هي كثيرة، ولكن من حيث المنعم فإن استدامة النعمة على المنعم عليه دليل على أن المنعم غفور رحيم. ولم يكن كذلك، يعني لو لم يكن كذلك لمنع عن العصاة النعم. فنجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر النعمة وذكر المنعم عليه ووصفه بأنه ظلوم كفار، وذكر المنعم ووصفه بأنه غفور رحيم. فإذا جمعنا بين الآيتين نقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لكن الله غفور رحيم، فهو ينعم عليه رغم ظلمه ورغم كفره. فإذا جئنا إلى هذه هاتين الآيتين نجد بأن قوله تعالى إن الله لغفور رحيم غلبت على قول أو على حال الإنسان الذي هو ظلوم كفار. فإذا جئنا إلى لندخل في هذه الفاتحة، سورة الفاتحة أو بداية سورة الفاتحة بهذا المعنى، نجد بأن هذا الحمد لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى دون سواه، لأن هذا الحمد هو الحمد الكامل، والحمد الكامل لا يستحقه إلا الكامل، ولا كمال إلا لله عز وجل. والحمد يطلق أو تطلق كلمة الحمد ويراد بها ما يقابل الذم، فالحمد يقابله الذم، فتقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة ومحمدة بالكسر، فهو محمود وحميد. والحمد هو وصف المحمود، أن نصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي محبة وتعظيما، أو أن هو الثناء، وإن شئت قلت هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، أنك تصف بالكلام الجميل على الجميل الاختياري، يعني الجميل الاختياري هو الذي يكون
بإرادة الفاعل، بخلاف وصفك بالجميل على الجميل غير الاختياري، كجمال الوردة مثلا، هي جميلة إذا أثنيت عليها فهذا لا يسمى حمدا وإنما هو مدح، لأنه ليس اختياريا، أن تكون كونها جميلة ليس من فعلها، وإنما الحمد يكون في الأمور الاختيارية، في الجميل الاختياري الذي هو من فعل الإنسان. فكون الإنسان طويلا أو حسن الهيئة إذا أثنيت عليه بذلك لا يكون هذا حمدا وإنما هو مدح، وإنما يحمد الإنسان على شجاعته وعلى علمه وعلى أخلاقه. وقيد العلماء هذا الوصف بالكمال، قيدوه بالمحبة والتعظيم، لأن الوصف بالكمال إن لم يكن صادرا عن محبة وتعظيم فهو مدح وليس حمدا. ولهذا فقد يمدح الإنسان من لا يحبه ويمدح من لا يعظمه، وإنما ربما يمدحه ويصفه بالكمال لينال منه شيئا، إما رغبة أو رهبة، كما يفعله الشعراء، يقف الشاعر بين يدي الأمير أو الملك فيصفه بأوصاف عظيمة لا محبة فيه ولكن محبة في المال الذي سيأخذه، وقد يفعل ذلك خوفا منه. أما المؤمن فإنه يحمد ربه حمد محبة وتعظيم، يحمده سبحانه وتعالى لكمال ذاته ولكمال صفاته ولكمال أفعاله. ولهذا فالمدح أعم من الحمد، المدح أعم من الحمد، فإنه يكون على الوصف الاختياري وغيره، وهذا قول جمهور العلماء، هذا وهو القول الصحيح. بخلاف الشكر، الشكر هو صرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته، ويكون باللسان والقلب والأركان، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من جميل الأوصاف، وينفرد الشكر بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، فهو يتعلق بأمور كثيرة لكنه يكون بآلة واحدة وهي اللسان. أما الشكر فهو أعم آلة وأخص متعلقا، فآلته كثيرة، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، لكن متعلقاته تكون أخص من متعلقات الحمد. وجملة الحمد لله، هذه الجملة هي جملة خبرية استعملت لإنشاء الحمد، أي أن الله تعالى كأنما قال: قولوا الحمد لله رب العالمين، فأضمر القول في هذا الموضع كما أضمره في مواضع أخرى من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تقدير الكلام، والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، فحذف وأضمر القول كما أضمره هنا أيضا. فتقدير الكلام: الحمد لله رب العالمين، أي قولوا الحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا القدر، وتتمة الحديث تكون في مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.